أطلق جهاز التخطيط والإحصاء المشروع الوطني تعداد قطر 2020، والذي يهدف إلى تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في دولة قطر، من خلال زيارة مجموعة من الباحثين المدربين للأسر والمنشآت لاستيفاء بيانات مهمة يعتمد عليها أصحاب القرار في التخطيط والتنمية. تأكدك من دقة المعلومات التي تقدمها سيعود بالنفع على المجتمع وعلى دولتنا الحبيبة قطر. جهاز التخطيط والإحصاء، تعداد ناجح لتنمية مستدامة.